قطر أهمية بالغة بالفن والثقافة، وتحفل بالعديد من الفعاليات الفنية على مدار السنة، إيماناً منها بالدور الفعال الذي تلعبه الفنون بمختلف أشكالها في الرقي بالذائقة المجتمعية وتقديم الرسائل الهامة. أصبحت الدوحة بما تكرسه اليوم من انفتاح ثقافي على العالم مع التمسك بالهوية والأصالة، إحدى أهم العواصم الفنية والثقافية في العالم العربي، وهي تزخر بالعديد من المؤسسات والفعاليات التي تخدم الفن والثقافة وتستعرض أبرز أعمال الفنانين القطريين وتنقل أفكارهم وإبداعاتهم الفنية للعالم ككل. ولما كان الفن أداة للتعبير عن حب الوطن ومشاعر الانتماء، انتظمت بقطر العديد من الفعاليات الفنية التي فتحت المجال للفنانين للتعبير عن حبهم وانتمائهم لوطنهم. فبمبادرة شبابية وتحت شعار أبشروا بالعز والخير، أقيم مؤخراً في قطر مول حفل غنائي متكامل جمع بين الشعر والغناء والرسم ضمن عمل فني ضخم بعنوان الريشة والمداد. وقد شارك في هذا الحفل العديد من المراكز الثقافية والفنية بوزارة الثقافة والرياضة ومجموعة من المبدعين القطريين. وفي الإطار نفسه نظم مركز سوق واقف للفنون فعالية فنية تحت شعار تميم الخير والعز بمشاركة عدد من الفنانين القطريين الذين وجدوا فيه منصة للتعبير عن حبهم لوطنهم والولاء والانتماء لقيادته الرشيدة. هذه الفعاليات وغيرها تؤكد أن الفن قوة ناعمة مؤثرة في المجتمع، وتترجم فكرة عشق الوطن باعتباره البيت الكبير والملاذ الآمن.